من دبي رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكويتي. أهلا بك رائد. خلينا نبلش مع بداية العام في الأسواق. أول شيء طبعا كل عام وأنت بخير بداية، لأنه اليوم أول يوم دوام لك يمكن مع الأسواق العالمية. كيف تبدو الصورة في الأسواق العالمية، سواء تحدثنا عن هونغ كونغ، عن أوروبا، وأيضا ماذا نتوقع في الولايات المتحدة اليوم؟ يعني بداية مريحة تكتنفها أجواء إيجابية للمستثمرين، ارتفاعات وإن كانت طفيفة بعض الشيء ولكنها إيجابية إن صح التعبير. ارتفاعات تفاوت بين 0.5% إلى 0.8% خلال معظم الأسواق الآسيوية مع انطلاقاتها خلال التعاملات أول يوم في الأسبوع. طبعا بيقولوا عنه سانتا رالي أو الروح الإيجابية لدى المستثمرين وعودة الأسواق. طبعا نظرا لوجود أيضا العديد من العطل الرسمية في مجموعة من الدول والأسواق العالمية، هذا يضع يعني التكهنات إلى مزيد من الأيام في هذا الأسبوع. ننتظر بيانات مهمة جدا خلال تعاملات هذا الأسبوع، على رأسها ممكن يكون عندنا نحن بيانات المرتبطة ب يعني محضر الاجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير اللي ممكن يحرك الأسواق بعض الشيء، ولكن إيجابا يتم الإشارة إلى تعاملات انطلاق تعاملات هذا العام حتى الآن. والأنظار نحو أوميكرون يعني على كسلبية ليست بالشكل الذي كانت تتوقعه الأسواق، أنه كباد رياكشن أو تأثر سلبي بشكل كبير، يعني يبقى محدود، لا يوجد إغلاقات حكومية، لا يوجد إغلاقات اقتصادية. يعني صحيح هناك أعداد متزايدة ولكن لا نرى ضغط هذه الأعداد بشكل كبير على الأسواق. طيب هذا بالنسبة لأوميكرون. الآن الأسواق الأمريكية أسعارها نوعا ما مرتفعة، الذهب لم يسجل الارتفاع المتوقع في ظل هذه الحركة التي كنا نراه، أيضا في ظل التراجعات الأخيرة. اليوم إذا أراد المستثمر أن يبحث عن ملاذات آمنة أين يذهب؟ هل يذهب باتجاه سوق السلع؟ رأينا تراجع في هذه السوق، يعني شفنا الذهب شوي متراجع هاي السنة، الفضة تراجعت منيح، البلاديوم، البلاتين، كله عم بيتراجع. طيب خلينا نقول فلسفة الملاذات الآمنة تغيرت بعض الشيء من قبل المستثمرين. لا يوجد يعني توجه نحو ملاذ آمن حافظ للقيمة، لأنه كان عندنا غزارة بالفرص الاستثمارية متواجدة في العديد من الأسواق والأصول. وأيضا تم إضافة أسواق إضافية مثل ما نتحدث بلا شك عن العملات الرقمية وتواجدها وكثافة انتشارها وتوجه الرسوميل الكبيرة وزيادة الماركت كاب الخاص بهذه العملات، سبب نوعا ما يعني ضعف بالطلب على الذهب إجمالا وعلى الملاذات الآمنة كما يعني نعلمها بعدنا رائد بعدنا ما دخلنا بمرحلة الخوف أو التحوط من هذه الارتفاعات القوية وهذه السيولة المرتفعة في تلك الأسواق اللي ارتفعت. يوجد يعني إنكار واضح إلى أنه ضرورة التحوط في هذه الفترة، وهذا ما نراه من خلال سلوك المستثمرين إجمالا، لأنه نحن عندنا أولا بدأ بعمليات تشديد السياسة النقدية. عادة ما حدث سابقا عندما بدأ الفيدرالي بالتوجه إلى تشديد السياسة النقدية شهدنا انخفاضات حادة في أسواق الأسهم إجمالا حول العالم. ما يتم ترجمته من قبل المستثمرين حاليا أن هذا الأمر بعيد نوعا ما، ولا يزال هناك مجال لمزيد من الارتفاعات، وأيضا يوجد بعض الأسهم التي يعني لا تزال تجذب اهتمامات المستثمرين إجمالا، وهذا يعني ما يبرر بهذه الارتفاعات أو استمرار هذا الارتفاع. لا تزال السياسة سهلة وميسرة بشكل كبير جدا. طيب رائد، إذا بدنا نطلع أو نحكي عن تسلا مثلا، تسلا مرتفع خلال هذه السنة بنسبة 50%، السنة الماضية ارتفع بأكثر من 720 ارتفع بأكثر من 700% كسهم. إذا ما قارنا ارتفاع سهم تسلا بارتفاع مؤشرات أمريكية مثل S&P 500 أو الداو جونز، ننظر إلى ثقافة المستثمر هنا، الذي يذهب ويستثمر في محفظة منوعة أو الذي يذهب ويستثمر في سهم مثل تسلا اليوم، هل هناك تغير أيضا في توجه المستثمرين في هذا الإطار، انتقاء أسهم معينة وعدم الاستثمار في محافظ منوعة؟ يعني هدول الروكت ستوكس اللي نحن عم نشوفهم إقبال كبير عليهم
هذا ليس الاستثمار الذي نعلمه، هذا استثمار سكالبينج، هذا استثمار بغرض المضاعفات السريعة خلال فترة زمنية قصيرة، وأيضا التوجه نحو هذه الأسهم المرتبطة بقطاعات تكنولوجيا سابقا كنا نقولها، حاليا نحن بنعتبرها الأسهم التي ممكن أن تتضمن فرص سريعة ومضاعفات سريعة نوعا ما. ثقافة المستثمر بلا شك تغيرت مايا في نقطة مهمة، إذا بننظر إلى مستويات التضخم فهي تعكس هذا الواقع، نحن نتحدث عن يعني أسهم تقيم بعيدة جدا عن قيمتها الدفترية، تقيم بعيدة جدا عن القيمة الحقيقية العادلة لهذه الأسهم، بالتالي هي عملية مكررة نتيجة طباعة الأموال، نتيجة الأموال والسيولة الرخيصة الموجودة في الأسواق سببت التوجه نحو أسهم ونحو أصول ذات مخاطرة مرتفعة. ما أن تنفجر هذه الفقاعة سوف يكون هناك عودة إلى القيمة العادلة إن صح. ننتظر ونرى. شكرا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكويتي، كنت معنا من دبي، أهلا وسهلا.